السلام عليكم ورحمة الله. يرجى الاشتراك بالقناة وفعل الجرس ليصلك الجديد، وكذا مشاهدة الفيديو للنهاية لمعرفة المحتوى. بداية، أعلنت الجوية الجزائرية عن إقامة وفتح خط رحلات جديد إلى إيطاليا. ستبدأ رحلات جوية هذا الأسبوع وكل يوم خميس بداية من 10 جوان. وأيضا إسبانيا أعلنت عن فتح الحدود رسميا أمام السياح الملقحين، وأيضا خففت من شروط الدخول، وسيتم الفتح مع دول جديدة منتصف هذا الشهر. أما بخصوص النقل البحري فسيتم فتحه تدريجيا بداية من شهر جويلية القادم، وسيكون الفتح مع 3 دول هي إسبانيا إيطاليا وفرنسا، وسيتم زيادة من عدد الدول تدريجيا، وسيتم الاعتماد على بارجة برج بادجي مختار التي ستصل إلى الجزائر قريبا، وأيضا باخرة سيرتا. ونفس الشيء بخصوص النقل البحري الذي سيكون قريبا على طاولة الحكومة، ولذلك ترقبوا الجديد، فاللجنة العلمية قد أعطت الضوء الأخضر لتسهيلات أكبر.